يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه. النهارده عندنا فيها مجموعه من الملفات المهمه سواء على المستوى المحلي او على المستوى كمان العربي والدولي. عندنا ملفات رئيسيه طبعا بنتابعها معاكم باستمرار متعلقه بالملفات الاقتصاديه، ولكن عندنا كمان زياره لمجموعه من الاخبار السياسيه المهمه والمتعلقه ايضا بالدور المصري في المنطقه وفي ازمه كمان السودان. كمان عندنا مجموعه من الاخبار اللطيفه منها ما متعلق كمان باخر ما قيل عن الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي، وطبعا الحدوته اللي احنا متابعينها بقالنا فتره مش عارفين اخرها ايه. كمان عندنا خبر مهم جدا جدا وهو اعلان منظمه الصحه العالميه تقريبا انتهاء ازمه كورونا، ولكن مع تساؤلات العالم هل كانت ازمه مصطنعه غير مصطنعه؟ الله اعلم. حتى هذه اللحظه لم نعثر على المريض صفر، ولكن منظمه الصحه العالميه بتقول انه منحنى الوفيات تراجع كثيرا وانه الازمه تقريبا انتهت، وده شيء برضو يدينا قدر من الاطمئنان في عالم متقلب بشكل يومي. كمان عندنا النهارده اخبار رئاسه الجمهوريه وكما تعودنا، وفي ملفين مهم جدا، يمكن ملف متعلق بالقاهره التاريخيه ومتابعته، وايضا ملف متعلق بميكنه القضاء ورقمنه القضاء وعمليات التقاضي والتسهيل على المتقاضين. عشان كده هنبدا اخبارنا النهارده مع اجتماعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واول اجتماع كان مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. كمان صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بانه الاجتماع شهد متابعه المشروعات الجاريه لتطوير المناطق التاريخيه بالقاهره بما فيها المنطقه المحيطه بقلعه صلاح الدين الايوبي، وده في اطار خطه الدوله لاستعاده الوجه الحضاري للقاهره ورونقها التاريخي. واللي راح مؤخرا يعني ناحيه السيده عائشه ومحيط قلعه صلاح الدين هيلاقي التغيرات كتيره قوي بتحصل في المنطقه، يعني طبعا ازاله كتير من المباني العشوائيه وتنظيم حركه الميكروباص وازاله كتير كمان من المباني القديمه واستعاده رونق طبعا جامع السيده عائشه واستكمال العمل في محيط قلعه صلاح الدين عشان تتكامل بقى هذه المنطقه مع الفسطاط وسور مجرى العيون وصولا الى مصر القديمه، ويبقى عندنا مساحه مفتوحه كبيره تسمى بالقاهره التاريخيه في عصورها المختلفة منذ يعني كمان دخول عمرو بن العاص، طبعا بنتكلم على العصر الإسلامي وصولا بالعصر المملوكي والفاطمي والأيوبي وغيرها في منطقة يعني قد تعيد رونق وجمال القاهرة. كمان كان في اجتماع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه الاجتماع ده كمان تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، وتم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار ومنها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية. ووجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد بما يساعد على الضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة. وكان كمان مجلس الوزراء مطلع تقرير مؤخرا عن الشات جي بي تي والتحديات اللي ممكن يمثلها، وقبلها كمان كان في تقرير آخر عن المهن اللي الذكاء الاصطناعي هيقضي عليها قريبا وتحذير المواطنين. فالدولة المصرية يبدو أن هي منتبهة في هذا الملف سواء دبان من تقارير مختلفة لمجلس الوزراء، الإعلام أيضا بيناقش هذه المسألة بشكل يعني دائم تقريبا مع حدوث تطورات. النهاردة هيبقى عندنا كمان تطور عالمي في ملف الشات جي بي تي، وهو جزء طبعا من عالم كبير هو عالم الذكاء الاصطناعي. هنشوف إيه اللي بيحدث عالميا كمان، وبيدي مؤشرات إن احنا لازم ناخد بالنا وننتبه بشكل خاص، ولكن في استخدام حسن زي ما تم العرض دلوقتي انه السيد الرئيس بيشوف امكانيه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي
في تحويل الكلام الى نص مكتوب، وبالتالي التسهيل كتير قوي في عمليات الحفظ والتخزين، وبالتالي دراسة القضايا وانك تخلصها كمان بدري. فخلينا نروح نشوف هذا التقرير في تفاصيل اكتر ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق. وفي ذلك السياق وجه السيد الرئيس بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها، وأن يتم تنفيذ كل ذلك في إطار متكامل ومتسق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة على صعيد مختلف الأبعاد التنموية سواء العمرانية والحضرية أو الثقافية والسياحية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضا مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق وحماية الأبناء ودعم ترابط الأسرة على النحو الذي يحقق المصلحة العامة. طيب، كان عندنا كمان اجتماع مهم لجامعة الدول العربية، وأعلن فيه وزير الخارجية السيد سامح شكري عن مجموعة من الأخبار المهمة. ده كان اجتماع جمع بوزراء الخارجية العرب وكان بشأن سوريا والسودان وفلسطين. منها ما قيل أنه مصر طبعا استقبلت بكل ترحيب منذ بداية الأزمة أكثر من 57 ألف من الأشقاء السودانيين، فضلا عن مساهمتها في إجلاء أكثر من 4000 مواطن أجنبي وكمان رعايا مصريين. وده الأمر اللي بيعكس الحقيقة مدى اهتمام الجانب المصري بمعالجة آثار الأزمة الإنسانية والمرشحة للتفاقم في حال تردي الأوضاع في السودان الشقيق. ولذلك من الضروري الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار بالسودان وضمان الالتزام به حقنا للدماء والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. في نفس الوقت كمان النهاردة بدأت رحلة دبلوماسية للسيد السفير سامح شكري إلى دولة تشاد ودولة جنوب السودان، وحاملة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الرئيس محمد إدريس ديبي
رئيس جمهورية تشاد والرئيس سلفا كير مياردات رئيس جمهورية جنوب السودان، وده في ضوء طبعا إدراك أو محاولة الدولة المصرية لاحتواء الموقف في السودان والحفاظ كمان على مصالح وهموم الشعب السوداني الشقيق وحدة وادي النيل. معنا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير، منورنا. أهلا بك أستاذ حسام. أهلا بحضرتك. يعني كيف قرأت حضرتك تصريحات السيد سامح شكري النهاردة في جامعة الدول العربية وتحديدا في الملف السوداني، سواء الجهد المصري المبذول على الصعيد الإنساني أو حتى على الصعيد الدبلوماسي؟ كما أوضحت أستاذ حسام حضرتك في التقديم، يعني بالفعل مصر أولت الملف السوداني والسيد الرئيس شخصيا والدبلوماسية المصرية كل الاهتمام، فكانت الأولوية بكل تأكيد للتواصل بين الأطراف لحقن الدماء ووقف إطلاق النار ودعم المساعي الدبلوماسية على الصعيد المباشر والإقليمي والدولي، سواء من خلال التواصل مع دول الجوار كما هي جولة السيد سامح شكري حاليا أو في كل من تشاد وجنوب السودان، أو التواصل الذي يتم من خلال مؤسسة الرئاسة وتفضل السيد الرئيس بالتواصل مع قيادات سواء الإقليمية أو الدولية والجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف. طبعا الجهد الإنساني لمصر على يعني أكمل وجه، سواء لتقديم الدعم والمساندة لأبنائنا في السودان العائدين من هذه المواجهة بين الأشقاء، وكذلك يعني إسناد الأشقاء السودانيين العابرين للمناطق الحدودية وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدات طبية ودوائية وإنسانية وتسهيل الانتقال بتعاون كامل مع الجهات والهيئات المصرية والسودانية. وكذلك يعني الدعم قدم للعديد من الجنسيات الأخرى ليست المصرية والسودانية فقط، ولكن كل ما لجأ إلى منطقة الحدود المصرية عند منطقة المعابر. وأعتقد أن المساهمة المصرية الدبلوماسية الجارية حاليا لحقن الدماء ووقف إطلاق النار هي إدراك منها كما ذكر السيد سامح شكري أنه لا حل عسكري لهذا الصراع، فليست قضية انحيازات لطرف دون آخر. مصر تنادي بوحدة شعب السودان وعودة دولة المؤسسات والحفاظ على جيشه الوطني واحتواء هذا المشهد بما يسمح باستعادة الدولة لأدوارها واستعادة الجيش السوداني لمواقعه وإدماج الأطياف الأخرى بما يحقق للسودان وحدة دولته وسلامة أراضي ومنع التدخلات الأجنبية. فكما ذكر السيد شكري هذا هو نزاع داخلي تسعى مصر لرأب الصدع بين الأشقاء والحفاظ على المؤسسات السودانية، ونعلم جميعا أن الضرر بالسودان نكتمن دول مجاورة للسودان. لابد أن نراعي أن السودان هو محيط جغرافي شديد الأهمية مرتبط بأمن مصر القومي، مرتبط بالملاحة في البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس وخط المضايق، مرتبط بأمن الخليج واستقرار القرن الإفريقي. حركة الأساطيل التجارية والعسكرية والدولية تمر من هذه المنطقة، وبالتالي الحفاظ على وحدة السودان وأمنه وسلامته الإقليمية هدف لا تحيد عنه الدبلوماسية. جميل جدا. أيضا إحنا كان في جزء من الموضوع هو الزيارة لجنوب السودان، وكان الرئيس سلفا كير أيضا زار القاهرة وزيارة كمان لتشاد وحديث مع الرئيس إدريس ديبي، طبعا ده النطاق المجاور للسودان. يعني أعتقد أنه جهد دبلوماسي مصري كبير وحثيث بتقوم به منذ بداية الأزمة والاتصال بالأطراف المختلفة في وقت أيضا بتجري فيه محادثات في جدة برعاية سعودية أمريكية. هل تعتقد أنه تكامل هذه يعني العملية الدبلوماسية مصريا والسعوديا قد يؤدي إلى حلحلة الموقف قليلا في السودان؟ أظن حضرتك أصبت الحقيقة يا أستاذ حسام، هو فعلا هذا التناسق ما بين الحركة الدبلوماسية سواء للسيد سامح شكري محملا برسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس سلفا كير وللرئيس محمد إدريس ديبي في تشاد هي هامة جدا حتى تجتمع رؤى وإرادة ووجهات نظر دول الجوار من أجل الإسراع بتبني إطار إقليمي لمعالجة المشهد، والدبلوماسية المصرية الفاعلة كفيلة بأنها تحفظ للسودان
السودان يعني وضعه الإقليمي من خلال علاقة مع الشركاء الإقليميين سواء كانت جنوب السودان أو تشاد أو غيرها، كذلك التواصل مع المملكة العربية السعودية والإدارة الأمريكية من أجل تقديم كل الإسناد الدبلوماسي والتأكيد أن الإرادة الوطنية سواء في مصر أو الإقليمية مع دول الجوار أو الدولية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء كفيلة بأن تقود المشهد إن شاء الله إلى الحل، والأهم هو حفظ كيان الوطن السوداني وأرواح شعبي وممتلكاته والإسراع بوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تقود لاستعادة السودان للمبادرة قبل اندلاع الأحداث وعودة الجيش الوطني ليقود المسيرة بالتعاون والتنسيق بين كافة الأطياف السودانية دون استبعاد لأحد. جميل جدا. أنا بشكر حضرتك سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. أيضا ما زلنا مع الأزمة في السودان، والحقيقة النهاردة الحدود المصرية كانت بتشهد أيضا مزيد من التدفقات سواء من أشقائنا وأخواتنا وأبناء هذا الوطن أيضا وأبناء وادي النيل أشقاء السودانيين، أو كمان من جنسيات أخرى بتساعدها مصر أيضا على كمان العودة لبلادها، منهم الصين والهند والفلبين. النهاردة كان فيها وفود دخلوا أيضا إلى جمهورية مصر العربية وساعدتهم أيضا في عملية النزوح. أيضا النهاردة كانت في زيارة مهمة لوفد من منظمات أممية ومؤسسات دولية زي الأمم المتحدة، اليونيسيف، الفاو، منظمة الصحة العالمية، ثمان منظمات كبرى. زاروا كمان الحدود المصرية السودانية وتحديدا معبر القسطل، والاطمئنان على ما يتم تقديمه من جهد كبير على المستويات المختلفة سواء في عملية التنقل، في عملية الصحة، سواء في أيضا سلاسة استقبال الوافدين من السودان. وكمان كانوا في زيارة للحدود المصرية وتحديدا معبر القسطل، وكانت في إشادات حقيقة بالدور المصري هناك. احنا خلينا كمان نستمع حضراتكم نفهم تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة من الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا بك أستاذ المشاهدين. يعني لو تدينا معلومات أكثر عن هذه الزيارة الأممية وكمان مجموعة من المنظمات العالمية كانت موجودة النهاردة على الحدود المصرية السودانية، إيه طبيعة هذه الزيارة؟ ولو حضرتك كمان عندك معلومات عن آخر ما استجد على الحدود المصرية السودانية. الحقيقة طبعا كلنا يعلم خطورة الوضع في السودان وما يتعرض له المواطنون السودانيون جراء الاشتباكات المتقطعة رغم الهدن المعلنة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه العمليات العسكرية أدت إلى عمليات نزوح غير مسبوقة بالسودان، وكان لمصر بالتأكيد النصيب الأكبر منها ولمعبر قسطل النصيب الوافي من هذه العمليات من النزوح، ونظرا للتعاون الكبير الذي أبدته السلطات المصرية وتم الخدمات الهائل الذي يجري تقديمه للعابرين والمعاملة الإنسانية الراقية جدا التي تليق بالأشقاء، بالتأكيد كان الذهاب إلى هذا المعبر باعتباره معبر أمان وليس فقط معبر نزوح كبير جدا، لدرجة أن عشرات الآلاف عبروا من هذا المكان. بالتأكيد طبعا في أي عملية من هذا النوع وعمليات نزوح كبيرة بهذا الشكل وخطورة يتعرض لها المدنيون، نجد المنظمات الدولية لا نقول كمراقبين ولكن تقوم بدورها للوقوف على حقيقة ما يجري في مثل تلك الظروف. وما جرى تناقله عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية من الدعم غير المسبوق الذي تقدمه الجهات المصرية بكافة مستوياتها سواء على المستوى الرسمي الأمني أو على مستوى الخدمات الصحية أو على مستوى الرعاية النفسية حتى لهؤلاء النازحين الذين فروا تحت نيران القصف وتعرضوا لخطورة كبيرة جدا خلال رحلاتهم المضنية. كانت هناك
زيارات لمنظمات، في منظمات دولية لها مفادين قائمين بالفعل في تلك الأماكن، وجرت اليوم زيارة هي الأكبر من نوعها، شاركت فيها 8 منظمات دولية معنية بالعمليات الإنسانية في العالم، وجاءت يعني لتطلع عن قرب عن تلك المأساة، وهذا الدعم المصري الإنساني والرسمي الكبير لهؤلاء النازحين الذين بلغوا ما يقرب من 30,000 حتى الآن منذ بدء العمليات العسكرية في 15 إبريل الماضي. جميل جدا، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. نروح مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة في خبر مهم متعلق أيضا بالتعليم وبأهالينا كمان في السودان وطلبتنا في السودان، وأنه بكرة هيتم فتح التنسيق للحاصلين على شهادات أجنبية لمعادلتها من الجامعات المصرية، والمجلس الأعلى للتعليم وافق على اجتماع على فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة سواء كانت عربية أو أجنبية للتحق كمان بالجامعات الخاصة والأهلية، بيحق كمان التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في الماضي وفق الحدود الدنيا للتقدم للحصول على شهادة الثانوية العامة على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيا من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت. كمان المجلس الأعلى للجامعات أعلن توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقدم المباشر للطلاب إلكترونيا للجامعة اللي هو عايز يلتحق بيها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعادلة هو معيار المفاضلة ما بين الطلاب. نستوضح الموضوع بشكل أدق من أستاذنا الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. أنا بيك يا دكتور، منورنا. أهلا حضرتك. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بخير وكل المشاهدين بخير. يعني عايزين نطمئن على موضوع العمليه او البروسيس المتعلقه بشهادات المعادله بشكل عام، ولو في وضع خاص بالنسبه لابنائنا في مناطق النزاع زي اوكرانيا او بس طبعا اتحل بشكل كبير، دلوقتي بنتكلم على السودان. بالضبط، هتخلينا حضرتك اقسم الاجابه على جزئين. أيوة. بشكل عام وبعدين الخاص. بالضبط كده، إن شاء الله 9/5 غدا بإذن الله أبواب الجامعات الخاصة والأهلية على موقعها الإلكترونية مفتوحة لكل الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة المقصود بها الشهادات العربية والأجنبية المعادلة الثانوية العامة المصرية، وأيضا مفتوحة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي، لهم أيضا الحق في أن هم يتقدموا إلكترونيا غدا بالأوراق اللي مطلوبة اللي بيحددها موقع كل جامعة، والوزارة بدأت هذا التنسيق مبكرا بالنسبة للجامعات الخاصة والأهلية لكافة الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية وأيضا الطلاب الحاصلين على الثانوية من العام الماضي. رقم 2، كل هذه البيانات بتاع الطلاب الجامعات الخاصة هي بترسلها على الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية واستكمل الطالب كافة إجراءات. النقطة الثانية حضرتك المهمة أيضا أقرها بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالأمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإنه مجموع الطالب فقط هو المعيار الوحيد للقبول والمقارنة والمفضلة بين الطلاب بحيث يتم ترتيب الطلاب وفقا لدرجاته. فيما يتصل حضرتك بالجزء الثاني المتصل. طب معلش قبل الجزء الثاني، هو ده بالنسبة بس الجامعات الخاصة والأهلية، لكن الحكومي ما فيش.
طبعا بالنسبة لحضرتك للتنسيق للجامعات الحكومية لم يبدأ بعد، ولأنه مرتبط أولا بظهور نتائج الثانوية العامة لهذا العام. إن التنسيق للشهادات الحكومية للثانوية العامة الحكومية فرصته في التنسيق الحكومي بتكون سنة واحدة، وبالتالي بيكون للطلاب خريجي هذا العام فقط. لكن طالب اللي هو يعني لازم نستنى لما شهادة الثانوية العامة تطلع بالظبط والنتيجة والتنسيق بتاعنا احنا المحلي. بالظبط كده. طب هل هو ممكن يستنى لغاية ما يطلع التنسيق طبعا المحلي ده، ولا من مصلحته يخش طبعا دلوقتي؟ لا، هو طبعا الطالب الثانوية العامة حضرتك لما بتظهر النتيجة بتاعته الوزارة بتعلن عن التنسيق الحكومي وعن توزيع الطلاب لمجموعات أو لمراحل، وأيضا بتعلن الوزارة عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة. لما نحن نتحدث الآن عن خريج الشهادات المعادلة وأيضا عن خريج الثانوية العامة للعام الماضي ممن لم يتمكنوا من الالتحاق أو التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية. جميل جدا. طيب بالنسبة بقى للسودان، تاني انه في كمان فرع جامعة القاهرة هناك بتهيألي اعتقد. بالضبط، يعني خلينا حضرتك أؤكد على ما انتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي من تحديد كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتحاق الطلاب بالجامعات المصرية، تحويلهم من جامعاتهم اللي بيدرسوا بيها إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر. الإجراءات التنفيذية إن شاء الله السبت القادم الموافق 13 مايو مجلس الأعلى للجامعات هيفتح رابط إلكتروني تم تصميمه خصيصا يستقبل طلبات الطلاب المصريين العائدين من السودان الراغبين في التحول الدراسة بالجامعات المصرية وأيضا من الجامعات الروسية والأوكرانية. هذا الرابط الإلكتروني يطلب من الطالب مجموعة من البيانات الأساسية، خلال 72 ساعة الطالب هيتسلم إفادة من المجلس. هذه الإفادة إما أن تكون الجامعة اللي بينتمي إليها الطالب سبق اعتماد شهادتها من قبل أو لم يسبق اعتمادها، وبالتالي إذا هذه الجامعة معتمدة يبقى الطالب هيتجه مباشرة إلى أقرب جامعة خاصة أو أهلية من منزله ومن إقامته عشان يستكمل باقي إجراءات التحويل. أما إذا كان الطالب بيدرس في جامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، في الحالة دي الطالب هيدخل اختبار تحديد مستوى. هذا الاختبار هيحدد الفرقة الدراسية أو المستوى الدراسي اللي هيكمل فيه الطالب دراسته لما في إجراءات التحويل إن شاء الله. جميل جدا. طبعاً أنا عايز أطمن الطلاب، المجلس أيضاً انتهى نقطة مهمة جداً، زيادة حصة كل كلية من هذه الكليات الخاصة بنسبة 10% من الطلاب الملتحقين بها حتى نتمكن من استيعاب. معلش نسبة 10% دي لإيه تاني معلش؟ بالنسبة للأعداد اللي موجودة في الكلية بالفعل. عشان ندي قدرة للكليات إن هي تستوعب كل الأعداد الراغبة في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية المصرية. جميل جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ودي أخبار برضو مطمئنة بالنسبة لأبنائنا خاصة اللي راجعين من السودان، ولأبنائنا طبعا الحاصلين بقى على شهادات من أي بلد بره بشأن عملية طبعا المعادلة سواء كانت عربية أو إنجليزية. هروح حضراتكم بقى لي ملف آخر وملف مهم لازم نتابعه بشكل دقيق، لأن احنا في إطار عملية تموضع عالمي وكل القوى الكبرى أو القوى الطامحة أو القوى الصاعدة أو غيرها بتعيد ترتيب أولوياتها السياسية والاقتصادية عالميا. الملف اللي بنتكلم عليه ودي مقدمته كان عن الصراع في منطقة بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ، وفي توترات بتزداد يوم بعد يوم ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والصين وحلف الناتو دخل على الخط بشكل كمان أقرب من الأول، لأنه الموضوع يتعلق بإمكانية توسع الحلف في جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي. كان في تقرير أيضا مهم من جلوبال تايمز الصينية بتؤكد فيه أنه فتح حلف شمال الأطلسي الناتو لمكتب اتصال
في العاصمة اليابانية طوكيو أمر سيشكل ضرر لكل المنطقة بما في ذلك اليابان من وجهة نظر الصين. وتؤكد الصحيفة أن توسع الناتو سينتهي يوما ما كما تزال الشوكة من الجسد. ده وفق تعبير الصحيفة، وده أول مكتب ارتباط لحلف الناتو في آسيا، ودي نقطة تستحق أن نتوقف عندها على ضوء مجموعة من الأمور: الصراع الروسي الأوكراني، تداعياته العالمية، الصراع الصيني الأمريكي وخاصة حول جزيرة تايوان وده أيضا ليه أبعاده العالمية، وأيضا الصراع في منطقة بحر الصين الجنوبي، وصراع النفوذ الياباني والكوري والصيني والتايواني وغيرها من القوى الصاعدة في هذه المنطقة. احنا كمان لازم نضع في الاعتبار انه اليابان اعلنت من قريب عن رفع ميزانية الدفاع 1%، وده حوالي اكتر من $350، يعني مش رقم قليل. وبالتالي لاول مرة في التاريخ اليابان تبدأ التحول الى عملية تسليح اقوى واشد من الاول، واعادة تموضع على ضوء طبعا صعود التنين الصيني والتهديدات الكورية الشمالية وصعود ومزيد من القوى في منطقة بحر الصين الجنوبي والخلافات المختلفة سواء كانت حدودية سياسية أو اقتصادية. دلالة هذه الخطوة هتكون معنا في هذا التحليل مع الأستاذ مع الدكتور نبيل ميخائيل المحلل السياسي اللي بينضم إلينا هاتفيا من واشنطن. دكتور نبيل اهلا بك معنا، نورتنا في 90 دقيقه. نور نورك وشكرا على الاستضافه، وانا جاهز لتلقي الاسئله. دكتور نبيل معلش خط بيقطع شويه. نور نورك وشكرا على الاستضافه، وانا جاهز لتلقي الاسئله. جميل جدا، اهلا بك معنا. يعني طبعا ما كشفت عنه صحيفه جلوبال تايمز الصينية، والحديث الآن عن وجود مكتب اتصال للناتو في اليابان، كيف ستؤثر هذه الخطوة على الصراع في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ من وجهة نظرك؟ هي هتأثر على الأمن في منطقة شرق آسيا، يعني من الأفضل إن احنا نختارها كمنطقة جغرافية اللي هتتأثر بهذا القرار، لكن نفس الوقت هيكون ليها مد ومال على الاقل. الاول انها هتشجع اليابان انها تلعب دور دفاعي قوي، وهذا يقتضي تغيير الدستور الياباني وبالذات الماده التاسعه التي تطلب يعني نوع من القيود على تسليح اليابان كعقاب ليها على الجرائم اللي ارتكبتها اثناء الحرب العالميه الثانيه. هيؤدي الى زياده حده النقاش على ان اليابان تلعب دور دفاعي اكثر. دي حاجه. ثانيا هتزيد من قلق الصين. هتنظر الصين على ان تلك الخطوه هي احدى وسائل الرئيس بايدن واداره جو بايدن في انها تحتوي الصين. وبالتالي هيكون هذا القرار انعكاسات داخليه على كلا من اليابان والصين وهتستمر. دكتور نبيل معلش بعد اذنك عشان الخط بيقطع. هل ننفع نقفل مع حضرتك ونكلمك تاني؟ عشان بس الخط عمال يقطع. حضرتك واصل بطريقه، انا شايف ان حضرتك صوتك واصل بكل وضوح، في مشكله لسه ولا مفيش مشكله؟ سامع حضرتك كويس. انا مستمع كويس خالص، معلش. انا هنكلم حضرتك تاني يعني لحظه، حالا هنكلمك تاني يعني هي لحظه بس. ماشي دكتور نبيل ميخائيل، هنعيد الاتصال بيه مره تانية، لكن احنا حضراتكم نتوقف عند هذه الخطوة المهمة، وهو مكتب للناتو، مكتب اتصال أو كما قيل أنه مكتب اتصال في اليابان. والدكتور نبيل طبعا كان بيشير أن احنا أمام صراع كبير في منطقة شرق آسيا، اليابان بتعمل إعادة تموضع بشكل كبير جدا حتى عالميا، وكان في زيارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إلى أفريقيا وبدأها من مصر. فكل الدول الكبرى، الصين الآن، اليابان، حتى كوريا الجنوبية تسعى إلى إعادة التوازنات العالمية، وهناك تخوف كبير في منطقة شرق آسيا من المارد أو التنين العملاق الذي رجع مرة أخرى إلى الساحة
الدولية. طيب احنا معانا الدكتور ايمن سمير خبير العلاقات الدولية. اهلا بك يا دكتور ايمن، منورنا. اهلا بك يا استاذ حسام، واهلا بكل السادة المشاهدين. اهلا. طبعا حديثنا كان عن ما يحدث في بحر الصين وعن الصراع في شرق اسيا وتطوراته، واليوم لدينا يعني ما تم الاعلان عنه من مكتب اتصال للناتو في اليابان في خطوة يجب قراءتها باشكال مختلفة، يعني انجاز التعبير. حضرتك شايف ازاي هذه الخطوة وكيف يمكن ان تؤثر على حالة النزاع الدولي القائمة بالفعل الان؟ يعني اولا لان حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بينظروا الى يعني منطقة شرق اسيا وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي باعتبارهم جزء من مهمة الناتو في المستقبل. كما تعلم عندما تم تأسيس حلف الناتو سنة 1949 كانت تقتصر مهمته فقط على الاتحاد السوفيتي وتحديدا في أوروبا وما بين ضفتي الأطلسي، سواء على الجانب الشرقي في أوروبا أو الجانب الغربي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. اليوم حلف الناتو يريد أن يطلع بدور أكبر في مع اليابان مع كوريا الجنوبية، ونشاهد أيضا خلال اليومين الماضيين نوع من المصالحة التاريخية ما بين كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى توسيع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو لقواعدهما بالقرب من الصين. هناك توسيع أو زيادة عدد القواعد الأمريكية في الفلبين من 4 قواعد إلى 9 قواعد. أيضا يعني نشاهد التعاون العسكري الأمريكي مع أستراليا ومد أستراليا بالغواصات النووية وإنشاء قواعد عسكرية أمريكية في أستراليا بالقرب من الصين. أيضا كان في الاتفاقية كمان بتاعت الغواصات النووية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وأيضا دي بتزيد من يمكن حالة السخونة في هذه المنطقة. بالضبط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتريد أن يكون هناك تنسيق ما بين مجموعة من التحالفات. تحالف الناتو بدوره الجديد في شرق آسيا، التحالف الأوكوس اللي بيضم الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة المتحدة وأستراليا، وأيضا تحالف الكواد الذي يضم مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا كل من الهند واليابان، ناهيك عن تحالف العيون الخمس وهو اللي بيضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومعهم أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس جو بايدن تحديدا بيعتقد أن ما يسميه بتحالف القيم يجب أن تعمل كل هذه الدول مع بعضها البعض. حلف الناتو الذي يضم 30 دولة بجناحه الأوروبي يجب أن يكون لديه ما يسمى بالجناح الأسيوي لحلف الناتو وفي قلبه اليابان وكوريا الجنوبية. بس دي خطوة أعتقد غير مسبوقة في 50-60 سنة اللي فاتوا، يعني أو منذ بداية الحرب أو من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. يعني خطوة جديدة من نوعها أن يكون في تواجد الناتو في آسيا، وربما يكون تمهيد لمزيد من التواجد. يمكن الملاحظة الأكثر يعني غرابة أستاذ حسام هو أن تكون اليابان هي مقر حلف الناتو في آسيا. كما تعلم اليابان كان لديها سياسة تقوم على عدم الانخراط في العمليات العسكرية في الخارج منذ الحرب. لكن يبدو أن هذا بيتغير، هم زودوا مزايا الدفاع 1% 350 مليار دولار، يعني مش قليل يعني. لا، ده زودوا الميزانية بنسبة 2% من الناتج القومي الياباني، ده بيصل إلى حوالي 60 مليار دولار سنويا. اليابان لأول مرة سوف تشتري 400 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات الطائرات F-35. الوضع العسكري بالكامل بيتغير في شرق آسيا بما فيها حتى الأسلحة النووية، كله بيتجه للتسليح بشكل كبير للغاية، يعني بما فيها حتى الكوريتين الشمالية والجنوبية. يعني طبعا الشمالية مستمرة، الجنوبية كمان قطعت أصوات كبيرة قوي في التسليح، يعني بما فيها حتى الأسلحة النووية، لأنه لا تنسى آخر مناورة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية جرت باستخدام أسلحة نووية، وطبعا إشارة فيها للصين ولكوريا الشمالية. رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تحدث في التلفزيون الرسمي عن ضرورة أن تقتني اليابان القنابل النووية، ليس شرطا أن تنتجها أو تصنعها، لكن هو تحدث عن النموذج الألماني. ألمانيا لا تنتج صواريخ نووية أو قنابل نووية، لكنها تستضيف على أراضيها أكثر من 150 قنبلة نووية من طراز B-61. بس هو اليابان كان عندها أصلا مفاعلات نووية، فوكوشيما وغيره.
مفاعلات سلميه لكنها منتجه بالتاكيد. مش ما حدش يقدر يعلن ان هو هيتجه للدواء. طب خليك معانا يا دكتور ايمن، وكمان بنشرك معانا الدكتور نبيل ميخائيل من واشنطن. اهلا بيك يا دكتور مره تانية، وبنعتذر طبعا على الخطا التقني او المشاكل التقنيه، بنرحب بيك مره تانية. اهلا وسهلا وشكرا على صبرك معايا، ويا رب يكون اللقاء ناجح دلوقتي. لا كده الخط جميل وسامع حضرتك كويس قوي. لو كملنا مع حضرتك نفس الفكره كنت بتطرحها ودكتور ايمن سليك بيتكلم عنها، هل احنا طبعا فيما يبدو ان دي محاولات امريكيه لتحجيم الدور الصيني او محاصرته بشكل او باخر، لو خدنا في الاعتبار كمان الاتفاقيه اللي وقعت مع استراليا والهند الغواصات النوويه، او ما يتم الان من في الفلبين من قواعد امريكيه، وايضا مع كوريا الجنوبيه ومع اليابان، هل تستطيع في وجهه نظرك امريكا تطويق المارد الصيني في هذه المنطقه، ولا الامور ممكن تشتعل اكثر مع امكانيه تصعيد للصدام يعني؟ ممكن، بس دعني لو سمحت اذكر النقطتين اللي قلتهم، لان يمكن ما كانش يعني وصلهم للساده المشاهدين والمشاهدات. انا قلت ان اهم حاجه فيما يتعلق باي تعاون دفاعي ما بين امريكا واليابان هو تغيير الدستور الياباني، وبالذات الماده التاسعه التي تضع من الدستور التي تضع قيود على اليابان كعقاب ليها بعد جرائمها في الحرب العالميه الثانيه على انها تزيد من قدراتها الدفاعيه. فممكن يكون في مكتب يمثل حلف شمال الاطلنطي فتح في طوكيو، بس يعني مش مهم قوي، اهم حاجه اذا كان ده هيكون تمهيد لان اليابان تغير من الدستور بتاعها وتلعب دور دفاعي اكبر. طبعا ده هيخوف الصين. ثاني حاجه ان فتح المكتب في طوكيو معناه ان بايدن بيستمر في سياسته في احتواء الصين. هو بيقول انا عندي سياسه اللي هي هو ده احتواء ولا ده احتواء كده؟ ولا انا بستفزه؟ ما هو طبعا الاحتواء طبعا انت حد غيرك فيكون استفزاز. لكن ده بنسميه ايه؟ اصل الاحتواء ده زي اللي قال عليه كيسنجر ان هو لازم نحتوي الصين بشكل او باخر، لكن الصدام هو تصعيد العمليه العسكريه في المنطقه بشكل كبير. يعني جزء من احتواء الصين، يعني حتى يعني بنسميها في العلوم السياسيه جلوبال كونتينمنت او الاحتواء الدولي. مش بس يعني زي ما الدكتور ايمن قال ان حلف ناتو كان بيركز على اوروبا. الحاجه كمان اللي عاوز اقولها ان الصين هيكون ليها رد فعل. هنا بقى يجي دور مركز الابحاث وصناعه القرار في واشنطن وفي العواصم الاخرى. ايه هيكون رد فعل الصين؟ انا ايه بقى في وجهه نظرك؟ طبعا لدى الصين ردود عده، لكن قد تركز الصين على تايوان على انها جزء من الصين. قد يصرح المسؤولين الصينيين بان تايوان جزء من الصين مره اخرى، وممكن مثلا يعملوا مناورات بجوار بحر الصين، سواحل الصين الوطنيه. بس ده حصل اوريدي، ده بيحصل اوريدي بقاله فتره. ده صحيح. بس ما المانع في ان احنا نعمله مره ثانيه، بحيث المره دي بقى تبقى في رساله ان احنا مش عايزين في تغيير في القدرات الدفاعيه للدول المجاوره لينا. يعني حتى ترامب مثلا، ترامب كان يسعى ان هو يعمل اتفاق حول برنامج كوريا الشماليه النووي، والتقى بالزعيم بتاعهم في سنغافوره، وكان عاوز يخلي الصين تعمل نوع من الرقابه على البرنامج النووي لكوريا الشماليه. يعني حتى بايدن اكثر تشددا من ترامب. صحيح ترامب مثلا بيقول على فيروس الكورونا الفيروس الصيني، كاره للصين، الصين بتغرق اسواقنا منتجات رخيصة والجودة منخفضة وكده، أو بيسرقوا التكنولوجيا بتاعتنا. لكن ما حدش يخطف في مواجهة. هو بات يمكن من الواضح يا دكتور أنه الولايات المتحدة بتنظر حتى للصين أنها أكثر خطرا من روسيا الآن، يعني فيما يبدو كده. ما أعرفش حضرتك بتتفق معايا؟ وده برضو جزء متعلق بالسؤال اللي هسأله. طب ماذا، ما هو التحزبات دي أو الحزبية اللي بتحدث أو الاتفاقيات التطويق أو الاحتواء أو أي مكان وصفها أو اسمها، قد يدفع الصين إلى مزيد من التعاون مع روسيا، وروسيا أيضا لديها مشاكلها مع اليابان وجزر الكوريل اللي مش عارف إيه، وعندهم مشاكل في الجزر، تقريبا كل الناس عندها مشاكل في الجزر في المنطقة دي، فهو أوريدي منطقة أصلا متوترة يعني. فإيه رأي حضرتك في هذه الجزئية؟ كيف سيؤثر ده على الصراع العالمي القائم بالفعل أوريدي؟ ده صحيح. يعني دي طبعا حضرتك طرحت موضوعات
يعني تبقى مجال نقاش وتقدر تعمل منها ولا 20 رسالة دكتوراه. بس للاختصار يعني آخر كتاب كتبه بريجينسكي مستشار كارتر للأمن القومي قبل وفاته كان اسمه استراتيجيك فيجن، قال أن مركز وثقل السياسة الدولية والصراعات قد تحول من أوروبا إلى شرق آسيا. دي حاجة. حضرتك صرحت اختيارات روسيا، أنا في رأيي أن روسيا عايزة تحافظ على علاقات قوية مع اليابان، لكن أهم حاجة لروسيا في آسيا هي الهند من زمان، من أيام نهرو، من أيام التصنيع، بداية التصنيع في الهند. الهند خصم تاريخي للصين، فممكن تبقى في علاقات قوية مع الصين ما بين موسكو وبيجين، لكن برضو روسيا تعمل حساب الهند ان هم عاوزين يحافظوا على صداقه قويه. هو الغرب دلوقتي كمان بيتحرك مع الهند يكون حائط الصد امام الصين يعني. على اي حال انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نبيل، لانه لازم نخرج لصلاه العشاء. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. تعقيب اخي، في امكانيه تعقيب اكيد من الدكتور ايمن؟ دكتور ايمن سريعا معلش، لان لازم نطلع فاصل الاذان، فلو برضو تعقيب حضرتك الاخير على كمان ما جاء في دكتور نبيل. أنا في رأيي كل ما يحدث في شرق آسيا بيقرب الطرفين من الصراع. هناك نظرية تسمى نظرية فخ سيوسيدس، إن أي دولة نظرية إيه معلش؟ فخ سيوسيدس. فخ سيوسيدس. سيوسيدس هذا كان موجود أثناء الصراع ما بين سبرتا وأثينا، ويتم الآن استنساخه في آخر 500 سنة. هذا الفخ بيقول أن أي قوة صاعدة مثل الصين لكي تتبوأ المكانة الأولى لابد أن تصطدم عسكريا مع القوة الأولى وهي طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لحسن الحظ وإن كان الصدام العسكري مش زي زمان، دلوقتي بالوكالة. لكن هذا الصدام نسبته حتى الآن 75% وليس 100%، لأن في آخر 500 سنة حلت 16 قوة صاعدة محل 16 قوة مهيمنة. في 12 مرة فقط جرت هذه الأمور بطريقة عسكرية، لكن في 4 مرات كانت بطريقة سلمية. نتمنى أن العلاقة بين الصين أو الإحلال والتبديل ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يكون من ضمن نسبة 25 اللي هي بالطريقة السلمية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات السياسية والخبير، أيضا بشكرك شكرا جزيلا. نقول لكم الأخبار دي لأنه إحنا في إطار أنه العالم كله والقوى الصاعدة بتبحث عن مكان جديد، والعالم بيعاد تشكيله مرة أخرى، وإحنا لازم نكون منتبهين للغاية ونشوف موقعنا هيبقى فين في العصر العالمي الجديد، واللي واضحة مع المهم من خلال الأخبار اللي بنقولها لحضراتكم. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبتابع معاكم تطورات الملف السوداني. وكان عندنا النهاردة مجموعة من الأخبار المهمة عن الجهود المصرية الدبلوماسية والإنسانية لمساعدة طبعا الشعب السوداني الشقيق. هي أنه منذ قليل أيضا كانت في تصريحات مهمة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقال في مداخلته في قناة القاهرة الإخبارية تصريحات مهمة جدا يمكن في صدارتها، انه بيتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ولكل المصريين حكومة وشعبا على استقبالهم للشعب السوداني في محنته. كمان اضاف الفريق البرهان خلال النهاردة لقاءه مع القاهرة الإخبارية، قال انه ايضا بيشكر مصر والمصريين على كرم استقبالهم للسودانيين، ففي كل محنة تصيب السودان المصريون هم أقرب للسودانيين، وبنحييهم ونشكرهم، وليس الأمر غريب عنهم وليس ببعيد عنهم، لهم الشكر وكل التقدير كما جاء في تصريحاته. كمان تابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قائلا الوضع مستقر أيضا في جميع الولايات عدا الخرطوم،
لكن هذه القوة الغاشمة الباغية وهي قوات الدعم السريع تحتمي بالمواطنين في مساكن المواطنين وفي مراكز الخدمات وفي كل ما يمكن أن يعود بالأمن والأمان على المواطنين موجودين في خشية هجمات القوات المسلحة. كمان قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أنه بيرحب بكافة المبادرات التي تحقن دماء الشعب السوداني وكل مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان، فضلا عن تأييدنا لكل مبادرة تعيد اللحمة الوطنية وتعيد للسودان استقراره وأمنه. كمان قال أن المبادرة الجارية الآن في مدينة جدة بنرحب بيها وكل المبادرات الأخرى. الآن لدينا صحيح ممثلين وهو ألاء هم ممثلين لحكومة السودان وليس للقوات المسلحة فقط، لأن لديهم بعض الدبلوماسيين كمان أيضا موجودين ضمن الوفد في جدة. كمان تابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، هذه المبادرة نحن نسعى في أن تضع أسس حقيقية لوقف القتال، تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية والانسحاب من مناطق الخدمات وإخلاء منازل المواطنين العزل من القناصة ومن الاحتلال المسلح. وخلاف ذلك ولا يمكن أتحدث عن وقف الإطلاق النار ولا يمكن أتحدث عن أي عمل يمكن أن يتم بدون تحقيق هذه المطالب. حقيقة ده جزء من كلمات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اللي حذر أيضا من خروج الصراع بر الخرطوم وامتداده إلى ولايات أخرى، ولكن كان أهم ما جاء فيه هو شكره أيضا لمصر حكومة وشعبا. الحقيقة أنه تبنى مع حضراتكم مجهودات كتير بتتم على كل الأصعدة سواء الرسمية وغير الرسمية وأيضا الأنشطة المختلفة سواء من هيئات المجتمع المدني المصرية وأيضا من الأحزاب المصرية المختلفة. ويمكن لدينا أيضا خبر عن جهود حزب حماة الوطن في تقديم المساعدات الإنسانية للمصريين والأشقاء السودانيين العائدين من السودان. خلونا نشوف تقرير أيضا عن هذه المجهودات. وفقا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمالا لدور مصر في دعم أشقائها، وجه الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن أمانات الحزب بتقديم كل وسائل الدعم لتسهيل عبور الآلاف من النازحين السودانيين إلى داخل مصر، كما قامت أمانتي الأقصر وأسوان بتقديم المواد الغذائية والتنقلات والدعم النفسي للأشقاء السودانيين فور وصولهم إلى أرض مصر. أشكر حزب حماة الوطن والنائب ياسين للكرم والجود وللرحلة من كركر للحدود عشان نجي نوصل مياه وعصائر وكذا لأخواننا وأحبابنا وعوائلنا هنا. يعني أنا أشكره جدا جدا، الوقفة اللي وقفها معانا كانت يعني ما بتتنسي. كنت موجودة في المعمورة وهي منطقة كانت سيئة جدا من ناحية الضرب، وحاليا الحمد لله في مصر. أحب أشكر طبعا الجيش المصري على تعاونهم إن إحنا نوصل هنا بسلامة، الحمد لله وصل. فعلا شكرا لحماة الوطن، جهد من كثير من الأخوان، بصات، ترحيلات للناس الواقفة برا ما عارفة كيف تتواصل. الأخوان في أسوان فاجئونا صراحة بكرم يعني خوة وسحنة فعلا، هي واحدة فتحوا البيوت للناس بدون عزيمة، بدون يعني دعوة. الناس فعلا شعرت بالحاجة دي لما عدت البوابات، ونتمنى إنه يكون عليكم ضيف خفيف ومسألة وقت بإذن الله السودان راجع أقوى. وتستمر الجهود المصرية وكذلك حزب حماة الوطن في استقبال ودعم المواطنين السودانيين الأشقاء الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، وذلك سعيا في تخفيف معاناتهم وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
هنروح معاكم لملف آخر وملف الحقيقة يعني خد من حياتنا كتير. ملف فيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية بتعلن أنه كوفيد 19 بات تحت سيطرة كافية لكي يتم رفع حالة الإنذار القصوى المرتبطة به منذ أكثر من 3 سنين على انتشار هذا الوباء اللعين اللي تسبب بملايين الوفيات. لكن حذرت كمان من فكرة عدم التراخي. قال كمان المدير العام للمنظمة منظمة الصحة العالمية الإثيوبي أدنهوم، قال بكثير من الأمل أعلن أن كوفيد 19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالميا، مقدرا أن الجائحة قتلت ما لا يقل عن 20 مليون شخص رحمة الله عليهم كلهم، وهي حصيلة أعلى 3 مرات من التقديرات الرسمية. مدير عام منظمة الصحة قال أنه علينا أن نعد أنفسنا وأطفالنا وأحفادنا بأننا لن نرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى، رغم أن منحنى الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 انخفض تقريبا من يناير الماضي، فإن الفيروس لا يزال يتسبب بوفيات بوتيرة شخص كل 3 دقائق الأسبوع الماضي. يعني تصريحات مطمئنة وفي نفس الوقت محذرة من التهاون في الأمر. لكن الحقيقة يظل فيروس كورونا واحد من الأسرار الغامضة إنجاز التعبير في تاريخ البشرية كلها. إحنا بينضم إلينا الآن عبر زوم الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، وبينضم إلينا من روما. أهلا بك دكتور فؤاد. مساء الخير للجميع. يعني كنت لسه بقول ربما يكون فيروس كورونا واحدة من الألغاز في تاريخ الإنسانية، مع إعلان كمان منظمة الصحة العالمية يعني أنه أصبح تحت السيطرة ورفع حالة الإنذار القصوى. لكن حتى هذه اللحظة يعني لم نعلم ماهية هذا الفيروس حقيقة، ومن أين بدأ وكيف انتهى وإلى ما لا ذلك من يعني من معلومات حيرتنا طوال السنوات الماضية. شايف إزاي هذا الإعلان؟ نعم، كإعلان خبر مفرح للجميع، لأنه في 3 سنين يوميا بالمستشفيات بالإعلام، وللأسف لازم نأخذ في عين الاعتبار نقطتين مهمات. انتهت الأزمة، ما معنى هذا؟ معناته من أشهر باستمرار تراجع عدد المصابين، عدد المصابين اللي بيدخلوا للمستشفيات إلى غرف الإنعاش، تراجع في عدد اللي توفوا. والنقطة الثانية تقريبا عدد اللي تعافوا وصل لعدد المصابين، وهي نقطة من النقاط الأولى اللي أنا ركزت عليها في البداية، بداية نهاية الفيروس والوباء لما نوصل عدد اللي بتعافوا أزيد من عدد المصابين. ليش؟ لأنه في عنا مناعة كبيرة عالميا، مناعة بعد الإصابة، مناعة مع اللقاحات، مناعة مع إصابة بدون أعراض، وفي نفس الوقت انخفاض كبير في الانتشار والأعراض الخطيرة، مع أنه نتكلم عن متحورات وأزيد من 550 متحور شفنا، بس اليوم عالميا نقدر نقول انتهى فترة الأزمة، بس ما انتهتش الأعراض والمرض وانتشار الفيروس. هذا من ناحية عالمية. من ناحية طبية وصحية، اسمح لي عشان أجاوب على سؤالك المهم، اللغز من الفيروس، ومنظمة الصحة العالمية تكلمت عن أغلاط كبيرة. إحنا بدنا نقول لمنظمة الصحة العالمية، ويتوجه إلى منظمة الصحة العالمية واحد من خبراء الصحة العالمية أكثر وجودا في الإعلام في آخر 3 سنين، هي لازم تتعلم من أغلاطها أول شيء، لأنه الأغلاط المنظمة الصحة العالمية هي اللي سوتنا، سببتنا مشاكل كثيرة. خبرت العالم عن انتشار الفيروس بعد 3-4 أشهر، وهذا
له وزن كبير في انتشار الكورونا فيروس. بس هذه الجزئية فيها كلام كتير. ما هو حتى الآن في اتهامات أمريكية للصين بتخليق الفيروس وبالتعتم الإعلام الكامر على بداية انتشار الفيروس بعد ما يعني هذه الجزئية هي مسار جدل أيضا ما بين الشرق والغرب وخاصة الولايات المتحدة والصين في هذه الجزئية يعني. فلا أعلم إن كان من المفروض تتحمل منظمة الصحة المسؤولية كاملة أو ما هي مسؤولية عالمية مشتركة الحقيقة. أنا حسب رأيي منظمة الصحة العالمية لازم تأخذ هاي المسؤولية، لأنه إحنا أطباء وأنا عندي غير خبير الصحة عالميا وعندي مناصب كرئيس الرابطة ورئيس نقابة الأطباء، عشان هيك بقول فيش إثبات 100% إنه الفيروس كان طبيعي. بديش أقول إنه من مختبر، بس فيش عندنا إثبات 100% إنه طبيعي، إنه كان الفيروس طبيعي. بالضبط. لما ما يغداش 100%، لما يغدا 99%، في عندنا 1%. واجب منظمة الصحة العالمية اللي هي لازم تخدم مستقلة سياسيا ومستقلة اقتصاديا تثبت ليش في 1% شك، ولازم كانت هي والصين تخبر العالم شهر 11 سنة 2019 لما كنا باتصال مع الأطباء في الصين وهم يقولوا في انتشار فيروس غريب وتوفوا 7 أطباء في الصين ومنهم أطباء أخرى عرب. عشان هيك إحنا بدنا كأطباء كخبراء في الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية تغدى مرجع قبل ما يكون مدير الصحة كان أغلاط كبيرة. لازم يكون شو الأغلاط تاع منظمة الصحة العالمية، لأن وزراء الصحة كلهم كانوا يعتمدون على المعلومات اللي بتنشرها منظمة الصحة العالمية وليس على وزارة الصحة الإيطالية ولا وزارة الصحة الألمانية. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية أخطاء كبيرة بالإعلام ونشر الأخبار الدقيقة. أنا فخور كطبيب عربي كطبيب عندي مناصب في هاي المجال إنه أقول الإعلام العربي الإعلام في الدول الخليج وفي مصر كان أدق بكثير من الإعلام الأوروبي. ليش؟ لأنه فيش فيه سياسي، فيش فيه تمييز، وفي أوروبا كان الأغلب الإعلام له أهداف سياسية أزيد من إنه له أهداف صحية. ليش؟ لأنه الدول الأوروبية أنا يومياً كنت بالإعلام الأوروبي للأسف وبالتلفزيونات الأوروبية، وإذا بتكلم طبيب له ميول للحزب اليميني بيقول تصريحات تختلف عن نفس الطبيب اللي له ميول على اليسار في أوروبا للأسف. يعني تم استخدام الأزمة السياسية وده معلوم، في حين الدول العالم الأخرى كانت همها يعني الرئيسي هو النجاة بشكل رئيسي. لكن هسأل حضرتك سؤال آخر الدكتور فؤاد، يعني بعد انتهاء الأزمة دي يعني والتأمل فيما جرى، يعني هل حضرتك تعتقد أنه كانت زي ما بيقال من بعض الأصوات حتى في الداخل الأمريكي أنه كان في مبالغة في التعاطي مع هذه الأزمة، وأنه ربما العالم نتيجة أولا لم نشهد حادثة ممثلة منذ عقود، ثانيا أنه كمان تأثرنا بشكل كبير جدا اقتصاديا، فالبعض بيتساءل هل كنا في حاجة إلى كل هذه الإجراءات؟ هل كانت مبالغة أم بالعكس كنا محتاجين نعمل ده ويمكن أكثر؟ سؤال مهم. بنطلع على الإحصائيات، الإحصائيات تتكلم عن 7 مليون اللي توفوا، بس بنعرف إنه 3 أضعاف الأرقام اللي معلن عنها رسميا، أزيد من 20-21 مليون اللي توفوا بنسبة 1%. المصابين أزيد من 688 مليون، اللي تعافوا أزيد من 666 مليون. هاي أرقام اللي الأرقام اللي يعني رسمية.
وهي الحقيقية هي ثلاث أضعاف هاي الأرقام. ليش؟ لأنه في عندنا دول كثيرة فيش عندها مساحات كافية لتشخيص المرض، فيش عندها وسائل إعلام ووسائل تعاون عشان مقاومة هذا الوباء. للأسف لو الصين ومنظمة الصحة العالمية نشروا خبر انتشار الفيروس في أول أيام، بجوز قدرنا نقاوم بقوة المرض. وفي نفس الوقت الخطأ الكبير لو عملوا تشريح للجثث زي ما أنا كنت أصرح في أول أشهر، والفيديو اللي عملته تقريبا أزيد من 4 مليون شخص في العالم شافوه، وأنا أنادي لمنظمة الصحة العالمية والدول الأوروبية تعمل تشريح أزيد للجثث عشان نعرف طبيعة وصفات هذا الفيروس، وعشان نكشف لأنه ما عندناش كمان المريض صفر لغاية دلوقتي. إيه، عشان الجلطات الدموية في الآخر أثبتها بس بعد أشهر كثيرة إنه الجلطات الدموية سبب من الأسباب اللي بتوفي وبتسرع للتوفي الشخص. بعدين النقطة المهمة أخ حسام، إنه كم شخص توفوا من الفيروس وكم شخص الفيروس خلى التوفي عندهم استعجل، خصوصا المسنين اللي عندهم أمراض سرطان، أمراض القلب، أمراض السكري، أمراض الجلطات الدموية. لما هو يقضى في المستشفى وأصيب في الفيروس استعجل التوفي. بس وإذا بنأخذ شخص شاب من 18 سنة وأصيب في الكورونا فيروس وفيش عنده مرض، هذا يعد شخص أصيب وتوفى من كورونا فيروس. الأشخاص الثاني توفوا مع كورونا فيروس وليس من كورونا فيروس. من كورونا يعني ما كانتش سبب رئيسي ولكنه زود الطين بلة. مفهوم. بس ده لا ينفي انه في ناس ما كانتش عندها حاجه خالص وتوفت من الاصابه. يعني انا شخصيا اعرف ناس يعني لم يعانوا من اي شيء وقضى عليهم الفيروس في اسبوع يعني. نعم، احنا عندنا في نقابه الاطباء من اصل اجنبي اول اشهر توفوا 22 دكتور، منهم حوالي 12 من اصل عربي، من سوريا، من فلسطين، من لبنان. كلهم اطباء كانوا يشتغلوا معي وكما ما كانش عندهم، أصيبوا في المستشفيات لأنه إيطاليا بقت ملاني بالمستشفيات أشخاص اللي مصابين في الفيروس، وإحنا كنا نتعلم عن صفات الفيروس. عشان هيك أنا طلبت بسرعة نعمل تشريح للجثث عشان نفهم شو بسبب هذا داخل جسم الإنسان. مش أعطيه دواء وأنا مش عارف شو سبب التوفي. جلطات الدموية كانت سبب من الأسباب تقريبا 90% من التوفي السريع. مفهوم. مع الإبرينا والدواء. طب دكتور، مفهوم. طب سؤالي الأخير لحضرتك، احنا بقى كبشرية كإنسانية نعمل ايه؟ يعني كل بقى يعني كل سنة هناخد تطعيمات التحفيزية دي، ولا يعني هنعيش ازاي السنين اللي جاية دي، ولا خلاص اللي خدناه كفاية ولا ايه يعني؟ لا، بتعرف التطعيم له فترة للمناعة، المناعة زي الانفلونزا. احنا ناخذ المثل زي ما بنعمل كل سنة للانفلونزا. بندرس شو نوع الفيروسات اللي موجودة سنة 2023 في موسم الشتاء، وحسب هذا التحليل احنا بنعرف شو بدنا نعطي كتطعيم. والتطعيم هسه واذا موجود كورونا فيروس بنسبة اللي بتسبب خطر على الأشخاص، مش معقول برضو على المسن. بس يعني أكيد مش معقول حتى ولو بشكل اقتصادي إنك هتطعم كل الشعب كل سنة يعني برضو. لا لا، ككورونا فيروس لا. كإنفلونزا ماشي، إنفلونزا بقى قصة تانية، لكن على الكورونا تحديدا. ما هو نفس علم الفيروس، نفس علم الفيروس. التطعيم ضد الفيروس اللي له نسبة عالية بالانتشار، اسمه إنفلونزا، اسمه متحور أوميكرون، اسمه كوفيد. وإذا النسبة ترتفع
نسبة الخطر خصوصا على المسنين والعاملين في مجال الصحة احنا لازم نعطي تطعيم إلهم فقط لهاي الفئات او في بيت المسنين فئات معينة خصوصا لما نشوف نسبة انتشار متحور الكوفيد بيسبب خطر عليهم وبيسبب خطر على المرضى اللي بيبحثهم الأطباء، يعني في قسم الطوارئ، قسم غرف الإنعاش، قسم المسنين، قسم السرطانات، قسم أمراض القلب. عشان هيك نستعمل حتى الآن الكمامة في إيطاليا من 1/5 فيش استعمال كمامة في أخرى في العيادات، يعني أنا موجود في المركز الطبي من 1/5 بستعملش الكمامة، في المستشفى بستعمل كمامة، في المركز الطبي والعيادة الخصوصية مش إجباري تستعمل الكمامة من 1/5، رجعنا زي أول. مفهوم. أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، سعيد بمداخل حضرتك معنا، شكرا جزيلا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، وحديث حول إعلان منظمة الصحة أن أصبحت أخيرا أزمة فيروس كورونا تحت السيطرة. ربنا يجعلها يعني صفحة نقلبها من تاريخنا كبشرية الحقيقة، ولن إن شاء الله ما تعودش مرة أخرى أو يعود ما شبهها. فدي أخبارنا عن كورونا إلى الآن. خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نكمل، خليكم معنا. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام نموذج مصري ذو مواصفات دولية للإسهام الفعال في صقل مهارات الكوادر الأمنية المحلية والدولية وتأهيلهم للمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية. من هذا المنطلق نظمت وزارة الداخلية بالمركز والموجود بأكاديمية الشرطة الدورة التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين ما قبل الانتشار للكوادر الأمنية من دول الكومنولث. الدورة التدريبية التي استمرت على مدار 6 أسابيع هي الأولى للكوادر الأمنية من دول الكومنولث بالمركز، وتشهد مشاركة 22 كادراً أمنياً من هذه الدول، وأقيمت بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وتستهدف الدورة تزويد الكوادر الأمنية المشاركة فيها بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الأممية وبناء قدراتهم وفقا للمعايير الدولية والقيم الأساسية للأمم المتحدة، إضافة إلى توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الانتشار. They are working professionals, which is obvious, and we are as well professionals. And this TOT that we are receiving is really highly planned. Everyone here is high level professional. Every trainer is have high level professional skills. Jako sam sretan što sam ovdje, stvarno sve je savršeno, nikad prije nisam vidio ovaj tip akademije i osjećam se kao kući. وتضمنت الدورة تدريبات عملية مكثفة خاصة في مجالات الملاحة البرية وقيادة سيارات الدفع الرباعي بالمناطق الوعرة وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة وفق معايير منظمة الأمم المتحدة، كما تم تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والتي تحاكي الواقع العملي في مهام حفظ السلام الميدانية. تضمنت فعاليات الدورة التدريبية محاضرات نظرية وحلقات نقاشية وتبادل الخبرات حول عدد من الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المكون الشرطي في مهام حفظ السلام. The lectures are helpful. They are diverse. So we are learning a lot about from all the officers and the workers here were very helpful for us.
I like the way they behave with us, the environment over here, the lectures. I'm very grateful to be here. وأشاد المشاركون بالتنظيم والبرنامج التدريبي المتميز الذي قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بوزارة الداخلية، مؤكدين أنهم سيعودون لبلادهم مؤهلين بشكل جيد للمشاركة في مهام حفظ السلام ونقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية المختلفة في دولهم. Peacekeeping center, it's really nice. It's something very interesting. And the teachers that we have here, the police officers that learn us, they are good not in theoretical part, but they are good also in practical part because they have also before they apply to another missions. I want to thank you for inviting us here, for sharing your experience. That's, I think it's very important to share your experience gained from your practical participation in these missions. The same center is based on modern technology and modern methodology for the learn, for the work. دورات تدريبية تؤكد على الحرص المصري على دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين من خلال المساهمات المصرية الفاعلة في مهام حفظ السلام الدولية وتوفير الدعم التدريبي للقوات الشرطية المشاركة في هذه المهام. أهلا بحضراتكم مرة تانية. رايحين في يعني ملامح عصر جديد، يمكن الواحد مش بيبالغ لما بيقول إنه الذكاء الاصطناعي قد يغير من شكل الحياة وطابع الحياة على كوكب الأرض، والبوادر واضحة وباينة. يمكن النهاردة كان في حتى صور، يعني يمكن أنا كنت ممكن أجيبها لحضراتكم بس أنا نسيت للأسف، يعني حتى كانوا عاملين صور جديدة للملك تشارلز وكمالا الملكة الجديدة، وعملوها النهاردة بتقنية الذكاء الاصطناعي، فمطلعين الأمير تشارلز والملكة في أكتر من زي وفي أكتر من مناسبة، والناس قعدت تشير الحاجات دي إلى أنه إزاي الذكاء الاصطناعي بدأ يغير وقد يزيف الحقائق بشكل كبير جدا 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 جدا، وهيؤثر على مهن كتيرة. ليه بنقول الكلام ده؟ لأنه الحقيقة كمان في تحذيرات عالمية مختلفة، شفنا أولها مع إيلون ماسك لما طلب الانتظار قليلا فيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ونتائجه، لأنها ممكن تكون خطيرة جدا. شفنا كمان تحذيرات عالمية في الدول الغربية من استخدامه، لأنه قد يضر بمهن كثيرة للغايه في وقت قصير جدا، وتقنيات بقى الغش والفيكينج وتقليد بعض الامور، زي ان انت حضرتك ممكن الشات جي بي تي يكتب عنك مقاله، والاعلاميين تناقشوا في الموضوع ده كتير دلوقتي. كمان كتاب السيناريو وربط كتاب السيناريو الامريكيه بتقول وبتحتج وبتقول احنا لازم يكون في اجراءات خاصه واعتبار خاص للموضوع ده، لأنه ممكن يقوم بكتابة سيناريوهات أفلام، وده هيضر بمهنتهم بشكل مباشر، وكمان قد يؤدي إلى يعني كمان زيادة في أو قلة في أجورهم بشكل كبير جدا. وبيطالبوا هو أو بيدعوا إلى الإضراب عن العمل والاحتجاج على الأجور، وكمان بيشيروا إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي ممكن تقضي بشكل كبير جدا على مهنتهم، وبتطالب نقابة كتاب السيناريو بأنه يتم وضع كلمة مادة أدبية أو مصدر، وهي مصطلحات أساسية تتعلق بحقوق المؤلف، عشان يتقال إذا كان ده فعلا المؤلف ده استخدم مصادر زي شات جي بي تي ولا هو اللي كاتبه بنفسه. يعني الموضوع أصبح معقد جدا جدا جدا.
احنا النهارده معانا الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي. خلونا نساله عن هذا الموضوع المتصاعد عالميا. اهلا بيك يا فندم، منورنا يا دكتور. اهلا استاذ حساب ومشاهدينك الكرام. يعني حضرتك طبعا كنت مشرفت في لقاءات عده وتكلمنا في موضوعات مختلفه عن التحول الرقمي، ولكن يمكن من ابرز ما يتم الحديث عنه عالميا في قصه هذا التحول ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وشايفين انه فصول هذه او هذا الموضوع كل يوم بيظهر فيه جديد واصبح فيه تخوفات عالميه، لدرجه ان مجلس الوزراء طلع كمان تقرير من كام يوم اشار فيه لان مهن ستنتهي وانه لازم الواحد ياخد باله في التعامل مع خصائص الذكاء الاصطناعي. الى اي مدى يمكن ان نكون نحن في خطر، او الانسانيه في خطر، او البشريه في خطر؟ ايه راي حضرتك؟ يعني هو اولا تطبيقات الثوره الصناعيه الرابعه والخامسه كلها مهمه، لكن نقدر نقول ببساطه كده الفاكهه بتاعتها هي تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هي دي اللي زي ما بتقول كده وش القفص، يعني هي دي اللي عامله شغل كبير جدا. تطبيقات الذكاء الاصطناعي مهمة جدا جدا جدا، ليها فوائد كثيرة جدا جدا، مش هنتكلم على أضرارها بس، لأن فوائدها النهاردة أنت ممكن تقدر تعمل عمليات بحث في مليارات من الموضوعات وتاخد الحاجة اللي أنت بتدور عليها. دي نقطة مهمة جدا. لكن نرجع للموضوع اللي حضرتك تتكلم عليه بالذات، تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنهم النهاردة بيستخدموا حاجة اسمها تعلم الآلة. أنا عايز الآلة تتعلم تحل محل الإنسان بشكل أو بآخر، مش لازم تكون على شكل إنسان كروبوت أو كده، مهم يعني تتعلم. وهنا بقى دور الشات جي بي تي وشركات كتيرة زي مايكروسوفت برضو عاملة برنامج مشابه اسمه بنك، هو بيعمل حاجة اسمها مولد لغوي أو محول لغوي، بيخلي الآلة دي تتعلم اللغة، وبتقين هم باللغة الإنجليزية سواء محادثة أو نصا كتابة، بحيث إنها تقدر تعمل مقالات، تقدر تكتب مقالات لو طلبت منها، تألف قصص، تكتب سيناريوهات، تكتب أوراق بحثية أنت عايزها معين. طب أنت بالزبط. بتجيب هي الكلام، وعشان كده كتاب السيناريو بيقول إحنا مش عايزين بعد كده يبقى في تصنيف، يعني أي إنتاج آلي لا يكتب عليه مادة أدبية أو مصدر، اي انتاج آلي. يعني الموضوع دخل في تفاصيله في الجد. احنا على فكره مش هنقدر نمنع تغول التكنولوجيا علينا كلنا في كل الوظائف، لكن انا بس عايز اشرح الاله دي بتعمل ايه. اولا الشات جي بي تي هو مرتبط بمجموعه ضخمه جدا من قواعد البيانات النصيه، يعني هو مش بيالف وقتها كده، ده عنده قواعد بيانات نصيه كتيره جدا، يقال ان فيها اكتر من 300 مليار كلمه، كانه عنده ديكشنري، كانه عنده قاموس ضخم جدا 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 الماده الخام بتاعته. لما انت بقى بتيجي تطلب منه يكتب قصه معينه اجتماعيه او علميه او اي حاجه او سيناريو حتى، هو بيستخدم المخزون اللي عنده من الكلمات من خلال قواعد البيانات اللي بيدير المنظومة دي كلها بقى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بتنتقل كلمات وترتبها وكله بناء على موضوع القصة اللي انت عايزه، واخد بال حضرتك؟ وبتطلع الكلام ده في وقت دقيق جدا جدا سريع، يعني ممكن تكتب لك قصة معينة في خلال دقائق. طبعا هنا المبدعين بقى من كتاب القصص والروايات، يعني طب هيقول لك ايه؟ الله، طب انا بعد شويه هعمل ايه؟ لانه بيقول لك هو قادر على انه يتعلم اساليب المحاكاه الانسانيه، وبالتالي هيقدر ينسج مواقف، وبالتالي تقدر انت تحط الموقف جاهز في السيناريو بتاعك المقدم. لا هو احنا شئنا او ابينا الكلام ده بعد عدد من السنوات هيحل محل البشر، او البشر هيشتغلوا برضه، لكن هيبقى في كتير جدا من صناع السينما والمسلسلات هيلجأوا لهذه البرمجيات ان تعمل لهم حتى يعني خيال علمي. ده وارد، لكن المخاوف اللي جايه اكتر منين؟ هيؤدي الى البطاله، هيؤدي الى البطاله. اذا الناس النهارده المبدع الحقيقي لن يختفي، المبدع الحقيقي لن يختفي، موجود اكيد طبعا.
طب انا رأي حضرتك في ايه؟ تفضل معانا ونستمع بقى لرأي ايضا مبدع حقيقي وكاتب كبير وسيناريست جميل كلنا بنحبه، وعايزين نبارك له كمان على نجاح مسلسل جميلة وهو مشرفنا دلوقتي. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى كل مستمعي التلفزيون او قناة المحور، وعلى ضيفك الكريم. اهلا يا استاذ ايمن، سلام، منورنا وبنبارك لك على جميلة، مبروك. الله يبارك فيك يا رب ويكرمك. طبعا حضرتك يعني من مبدعين الكبار وليك اعمال مختلفة، وعايزين ناخد رايك في موضوع شوية يعني بدا يخش في مرحلة من الغرابة، وكلنا الحقيقة بنتابع هذا الملف بتعجب شديد. احنا عندنا خبر بيقول انه كتاب السيناريو في هوليوود بيتجهوا الى اضراب عن العمل، وبالفعل بعضهم دخل في اضراب من الثلاث اللي فات، عشان اولا بيطالبوا بزيادة اجورهم، ثانيا بيطالبوا بانه نشوف حل لموضوع الشات جي بي تي، لانه بعضهم قال انه بالفعل بدات برامج الذكاء الاصطناعي تغير لانها بتتعلم بسرعه وبتقدر تعمل محاكاه للحوار البشري وصناعته. فاحنا بنتكلم في واقع يعني اصبح يا خلاص يعني المهنه اصبحت في خطر، وهما بيتكلموا في ده دلوقتي. حضرتك شايف ان احنا موقعنا فين من الموضوع ده دلوقتي؟ هو مش كتاب السيناريو بس، طبعا، واحنا عالميين، مذيعة مخترعة طبعا، اصبحت بتأدي نشرة الاخبار. ايوه يعني شفناها دي، والمقالات دلوقتي برضو، وان كانت بتفتقد للبصمة الانسانية، بس بيقول له حضرتك ان سرعة التعلم رهيبة جدا. وانا شفت البرنامج ده وشفت كمان المقالات بيكتب، انت مجرد ما تديله بس موضوع بالزبط. رأس موضوع كده بتلاقيه كتاب لك مقال في فيمتو ثانية يعني. طبعا بالظبط. لا هي كارثه حقيقيه يعني، مش عارف زي بالظبط كده الانسان ما اخترع القنبله الذريه والقنبله يعني والاسلحه واسلحه الدمار، فهو بيخترع شيء بيدمر بيه الفن، بيدمر بيه الفكر الانساني، وده شيء مرعب ومخيف. طبعا تحياتي لضيفك الكريم لما قال ان سيظل المبدع موجود، يعني المبدع الحقيقي موجود، ولكن هيمثل خطر، لان الموضوع خارج فكره الابداع، هو داخل في صناعه. بالظبط. الصناعه هي اللي لجأت الى اختراع ما يسمى بالورش في كتابه الدراما بالظبط. فالصناعه دي ممكن يضطر المنتج فيما بعد الى السرعه وتنفيذ عمله طبعا كشق تجاري صناعي. هو الفن مش فن بس، هو بالزبط. فن وفي جزء منه صناعه وجزء منه تجاره. لا وكمان بيشيروا الى فكره الملكيه الفكريه والتصنيف، يعني بيقولوا بالزبط. احنا لازم بعد كده نحط دي ماده ادبيه ولا ماده انتاج آلي، يعني هم بيحاولوا يشوفوا المفردات كمان اللي يتم استخدامها، لان ما هي هتبقى كارثه حقيقيه، خصوصا ان هيتم الاعتماد عليها. هيتم الاعتماد، ما فيش شك كده، هتاخد مكان، هتأثر، هتعمل بطالة. أنا متفق تماما مع ضيفك الكريم في كل ما قاله، لأن إحنا الشق الصناعي والتجاري ربما يغلب في بعض الأحيان على العملية الفنية، فده هيحصل، ولكن سيبقى برضو الفنان بالفنان الحقيقي، صاحب الرؤية، صاحب الأيديولوجية، لأن مهما كان الذكاء الاصطناعي ده مش هيبقى صاحب أيديولوجية، لأن الأيديولوجية الإنسان، يعني أنا كأيمن أحمل أفكارا، هذه الأفكار مرنة لأنها أفكار قابلة للتغير. دايما طبعاً. مثلا الإمام الشافعي غير فقهه في وفكره في بغداد لما جه القاهره طبعا، تمام، غير كل الشخصيات تمر بتحولات فكريه، يعني مفيش شخصيه بتحول، احنا كلنا بنمر بتحولات فكريه، وانا صغير كنت مؤمن بافكار معينه طبعا. لما كبرت شويه غيرت هذه الافكار، لما نضجت اكتر غيرت هذه الافكار. فمهما كان الذكاء الاصطناعي عمره ما هيبقى عنده الطواعيه ديت ان هو يغير أفكاره أو يؤمن بمجموعة أفكار أو إيديولوجيات أو نسق معين من التفكير، مش هيحصل كده. فبالتالي يبقى المبدع موجود، المبدع الحقيقي، تمام. أما الشق التجاري والصناعي هيغلب وهيشتغل والبرنامج ده في ناس بتتكلم عنه دلوقتي كتير جدا، وأنا الحقيقة حد من الزملاء يعني ورهولي وشفت فعلا بيكتب سيناريو بسرعة البرق، لكن يفتقد. طب ده ما يدفعكوش انتوا ككتاب ومبدعين ان انتوا تبداوا
نفكر من دلوقتي شوية ممكن نعمل إيه لحماية برضو مهنة. إحنا عندنا صناعة كبيرة وصناعة مهمة في المنطقة وقد تتأثر يعني. لا مش هنقدر نعمل حاجة، خلينا واقعيين. ده تقدم التكنولوجي قطر يسير على قضيبين ويجري، تمام، فما حدش يقدر يقف قدامه. بالتأكيد. يعني لا يستطيع أحد أن يقف أمام التطور العلمي. يعني هو قادم خلاص. لكن إنما إن أنت المعاهد الفنية والجامعات والأكاديميات تخرج ناس فعلا موهوبين بجد، فعلا مثقلين بالدراسة بجد، فعلا يعني يبقى في عندنا نوابغ، وده يعني ده الخط الدفاع الوحيد عن بقاء مهنة الكتابة أو مهنة السيناريو. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا نورتنا الأستاذ أيمن سلامة الكاتب والسيناريست، شكرا جزيلا. أرجع مرة أخرى للدكتور عبد الوهاب. دكتور عبد الوهاب يعني ضيفي حتى بيقول إن هو بالفعل شاف يعني أصدقاء وروا له يعني الخاصية دي في كتابة السيناريوهات، وبيقول بتكتب بسرعة البرق ومش هنعرف نعمل حاجة. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ لا هو زي ما احنا قلنا وقال الضيف الكريم، التكنولوجيا لن يستطيع يعني أيا كان حد إيقافها. خلاص ده مارد وطلع من الأمم ومنطلق بسرعة رهيبة. احنا لسه رغم ان واحد زي إيلون ماسك قال نتريث شويه في الموضوع ده، يعني قصدي حتى اللي هم يعني خلينا نقول الشخصيات العالميه البارزه واللي ليها باع طويل في التكنولوجيا وغيره وفي رؤيه المستقبل، هي نفسها متخوفه ان احنا نكون الموضوع يفلت من ايدينا فبتطالب بالتريث. لا هو اولا يعني اكبر تخوف مش مس البطاله، المعايير الاخلاقيه. بالظبط. النهارده هذه التطبيقات مش هتقدر تتحكم فيها في ايه هي المعايير الاخلاقيه لمنطقه جغرافيه معينه، لبلد معينه، حتى على مستوى البشريه. يعني احنا النهارده الخوف كله مستقبلا ان في اجهزه مخابراتيه او عصابات منظمه تستغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بطريقه غير اخلاقيه. طريقة غير أخلاقية دي بقى خش تحتيها كل البنود الغير أخلاقية. هي دي التخوف الأكبر. ما بقول لحضرتك في النهاردة صور للأمير تشارلز وكاميلا ومعمولة بالذكاء الاصطناعي، يعني أنا اندهشت من القدرة العجيبة على المحاكاة، وعاملينه بقى كأنه في حفلة ما بعد الأجواء الرسمية في كلب، وبيرقص هو وكاميلا وملبسينهم بقى بدل صفرة وحمرة وسلاسل وكده. يعني الموضوع كان فعلا معمول بدقة عالية جدا، يعني الصورة تحسها حقيقية. النهاردة انت لما تدمج زي ما اتكلمنا في برامج مع حضرتك قبل كده، لما تدمج عالم الميتافيرس ثلاثي الأبعاد مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، انت مش بس بقى هتكتب سيناريو، ده انت هتعمل فيلم كامل بممثلين، حتى لو ممثلين توفاهم الله. ما انت النهاردة انت داخل في علوم متشابكة، علوم الفيرشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، العالم الحقيقي، يعني ما كل العلوم دي لما بتندمج مع علوم الذكاء الاصطناعي في عالم ثلاثي الابعاد، انت فعلا مش بس هتكتب سيناريو او قصه زي ما احنا النهارده الشات جي بي تي ده لسه بقاله 6 اشهر، فما بالك لما هذه البرمجيات يمر عليها في تعلم الاله سنوات. طبعا ودي الفكره، يعني ودي الفكره اللي حتى بيقولها كتاب السيناريو الامريكيين، انه الخوف من القادم اكتر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، واللي يعيش ياما يشوف، ويبدو ان احنا هنشوف كتير في هذا العصر. خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. اتفرج يا سلام في قلبي صورة وأغنية، اصحى نايم واحد رسام.
عايش انا وحدي افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. ما تخليش انا وحدي افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك. خلي شوية عليك. خلي شوية عليك. خلي شوية عليا وشوية عليك. الليلة الليلة الست تعبت والكنساوي بيقولوا هي بمناسبة هذا المولد يا وجد برنامج سواري يقولوا هي. بالتأكيد الراحل الكبير السيد مكاوي يعني خلينا نقول أسطورة من أساطير الموسيقى الشرقية وألحان وأغاني عاشت في وجدان الجميع رغم مرور سنين عليها. ألحان تميزت بالدفء والعذوبية وكلمات رافقت أيضا مصر في كتير من مراحل حياتها وفي كتير من أحداثها الكبيرة. فنان كبير تعاون مع عظماء الفن المصري وقدم الحقيقة أوبريتات وأغنيات وعطاء فني كبير ونادر وقلما أن نحاكي مثله في هذا العصر. خلونا النهاردة نحيي ذكرى هذا الراحل الكبير. ويمكن معنا دلوقتي الأستاذة أميرة سيد مكاوي مشرفانا في 90 دقيقة. أهلا بك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. وبنستفيد طبعا من وجود حضرتك معنا عشان نقول بعض الكلمات يعني التي مهما ذكرنا يعني لن توفي حق سيد مكاوي علينا. فبرحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا يا فندم ربنا يخليك. يعني بعد مرور هذه السنوات إزاي بتفسري بقاء هذا الكم الكبير من الأغاني والألحان لسه عايش في وجداننا حتى الأجيال اللي ما حضرتش الفنان الكبير سيد مكاوي لكنها ما زالت بتستمتع بأغنياته اللي كتير منها الحقيقة كان كسر القواعد وألحان الحقيقة كانت مختلفة في عصرها؟ والله أنا بشوف يعني من وجهة نظري البسيطة بدون تحيز أنه أنا بنته، لكن هي كانت طبعا سمة جيل كامل أنه هذه الأعمال كانت صدقة ومن القلب ومبذول فيها مجهود حقيقي، علشان كده هي دائمة ومستمرة. يعني هما كمان كان في وجدان وهو شخصيا وهو بينتج هذا العمل إنه هو عايز يعمل عمل يعيش مش عمل للحظة والتو، زائد إنه هو كان بيتميز على المستوى الشخصي بقى كملحن إنه هو مصري جدا شديد الإغراق في الموسيقى الشرقية، بيعمل ألحان تبدو بسيطة يستطيع أي حد إن هو يغنيها ويحسها قريبة من وجدان، وحاجات تمس الشعب. يعني هو عنده جمل لحنية فيها بهجة وفيها بساطة وفيها مصرية شديدة، فيمكن أو أكيد هو ده السبب إن أعماله لسه عايشة لحد دلوقتي الحمد لله. هو كمان وإنسانيا كان رجل من طراز فريد ونادر، وأنا كنت دايما بسمع سيادة السفيرة ناس بتكاوي بتقول كنا دايما بنقول له إن هو طائر ومحلق. يعني برضو حضرتك كنت عايشته معاه إزاي كان هو كمان إنسان استثنائي يعني بشكل خاص ونادر ومتحدي الحقيقة لصعاب يندر إنه أي حد يستطيع تجاوزها وتحقيق كمان هذا النجاح العظيم. هو طبعا كان شخص على المستوى الإنساني استثنائي جدا، مش بس استثناء في أنه هو تحدى الإعاقة اللي عنده، لكن كمان في كيفية تعامله مع هذه الإعاقة. يعني أنا قابلت مكفوفين كتير في حياتي بيبقى عندهم نقطة أسى كده إن هم محرومين من نعمة البصر، لكن هو كان من الفلسفة بمكان إن هو حول هذه الإعاقة لشيء يعني يكاد يكون بيسخر منه أو بيقول إن هو عنده شيء مميز عن الناس بدل ما يقول إن هو حاجة ناقصاه وش كان شايف إنه دي. فهو كان محول كل الحياة اللي هي ظلمة جدا، لو جربت تغمض عينيك يعني وتشوف الدنيا الوقت طويل ظلمة، لشيء تاني خالص
لون بخياله الضلمه دي ورسم فيها رسومات وشاف فيها حاجات. وانا يعني انا وكل من تعاملوا معاه شكوا في مراحل كثيره ان هو مبصر فعلا. وكان طريف وخفيف الظل وطبعا جدا كما يعني الناس كلها بتقول ان هو كانت خف الدم مش طبيعيه. لا كان خفيف الدم جدا وصاحب نكته وسرعه بديهه فائقه وطفل يعني جسمه كبير بس هو طفل صغير كده بيعمل حركات شقاوه حتى هو كبير في السن. وحنانه بقى على المستوى ان هو اب يعني انا دايما بقول عليه انه كان جلابيه حنان يعني زي ما الواحد يلبس جلابيه كده تغطيه من فوق لتحت. فهو كان مغدق في الحنان والعطف ويعني شخص استثنائي حقيقي يعني. ايه اللي حضرتك نفسك تشوفيه احياء لتراث هذا الفنان الكبير اللي ترك بصمه خاصه في وجداننا وفي وجدان الوطن العربي؟ ايه اللي نفسك تشوفيه دلوقتي تكريما ليه؟ انا يعني انا شخصيا بشوف تكريم من الناس يعني دايما الناس بتدعي له وبتحبه وبتسمع اغانيه. ولما التقي باي حد يعني بحصل على محبة مجانية موروثة من محبتهم لي. أتمنى أنه هو أعماله تعاد تقديمها يتم تقديمها بشكل متواصل ومش هو بس الحقيقة يعني هو وكل جيله لأنه الزمن اختلف والمدخلات اللي بتدخل للأجيال الجديدة بقت أكبر مما يجب. فإحنا محتاجين بس نقول للأجيال الجاية أنه الناس دي بتوعنا وكبرنا وأصلنا. فياريت يعني لو الأعمال بتاعت أبوي أو غيره ربما حتى إعادة ترميم لأعماله كمان الحفلات الخاصة اللي كان بتقوم بيها واللي سجلها التلفزيون ولديها أعمال الأوبريت العظيم الليلة الكبيرة كمان اللي كان استثنائي في كل نقطة وفي كل جملة لحنية. أوبريتات تانية موجودة طبعا. في مسرح العرائس يعني هو عنده أوبريت عظيم في مسرح العرائس مصور اسمه حمار شهاب الدين ده أوبريت كموسيقى يعني حاجة من أبدع من لكن ما بنشوفوش كتير على الشاشات لأنه للأسف ما بنشوفوش خالص. هو ما بنشوفوش خالص فأنا أتمنى أنه الحاجات. طب هل لدى الأسرة أعمال تستطيع الآن تقديمها أو تعيد تقديمها أو أوراق خاصة لسيد مكاوي أو أشياء لم تحكى بعد مثلا قد نراها في مذكرات أو إعادة تقديم لحياته مثلا؟ هو أنا حاليا بصدد كتابة مذكراته. أنا الحقيقة أنا حملت نفسي مهمة وأمانة من ساعة ما هو غاب يعني إني أجمع كل التسجيلات الخاصة بتاعته وبحولها دلوقتي لديجيتال ويعني الله جميل ده جدا 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 طبعا لأنه ده إرث يعني تبقى موجود على اليوتيوب كمان لآلاف بقى الأجيال القادمة تشوف وتتفرج إن شاء الله يحصل كده في القريب العاجل بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتينا في 90 دقيقة الأستاذة أميرة سيد مكاوي وحديث لا نمل منه بالعكس كل مرة بنكتشف جوانب يعني جديدة ومختلفة في حياة هذا الراحل الكبير اللي كان استثنائي بفنه وبإنسانيته الحقيقة. مفيش أحلى من ختام نختم بيه مع ذكر هذا العملاق الكبير. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة في 90 دقيقة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبكرة إن شاء الله نشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وحلقة جديدة من 90 دقيقة. يلا. We'll be right back.